مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج وفي رواية أخرى من العاصمة اللبنانية بيروت. سنستضيف شخصية سياسية ومالية محورية في المشهد السياسي اللبناني بعد الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف عام 1989. فقد أسهم كوزير للمالية إلى جانب صديقه ورفيق دربه رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في رسم السياسة المالية للبنان بهدف إعادة أعماره ووضعه على سكة التنمية والاستقرار. سياسة وإن كانت قد استقبلت بحماس في البداية، إلا أنها سرعان ما اتهمت بإغراق البلاد ماليا بدل إنقاذها. وبعد اغتيال الحريري وارتداداته الداخلية والخارجية، تسلم ضيفنا زمام الأمور رئيسا للحكومة ليواجه تحديات أكبر من قبيل حرب تموز 2006 الإسرائيلية على لبنان، والمواجهات السياسية مع حزب الله وحلفائه الذين حاصروا السرايا الحكومي لأشهر عدة واستهدفوا مقر تيار المستقبل في أحداث 7 من مايو أيار 2008. وبعد خروجه من رئاسة الحكومة عام 2009 لم يخرج ضيفنا من المشهد السياسي تماما، إذ دخله مرة أخرى من باب عضوية مجلس النواب، ثم أخيرا باتخاذه موقفا متميزا عن رئيس الحكومة السابق نجلي رفيق الحريري سعد الدين الحريري، الذي آثر ترك معترك السياسة ودهاليزها. لنستمع إذن لرواية رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة. دولة الرئيس، مرحبا بك. أهلا بك. شكرا جزيلا لقبول دعوتنا في البرنامج والاستضافتنا هنا في بيتك العامر في بيروت. شكرا. شكرا. أهلا بك. أهلا بك. دولة الرئيس، طبعا عادة نبدأ البرنامج من البداية. بدايتك كانت في مدينة صيدا عاصمة الجنوب عام 1943، وهي سنة إعلان استقلال لبنان. ما الذي يمكن أن تخبرنا وما الذي تتذكر من الطفولة صيدا في الأربعينات والخمسينات؟ صيدا كانت آنذاك مدينة صغيرة كبرت خلال الفترة بفترة السبعينيات وما بعدها، ولكن كانت مدينة هادئة وادعة، وأيضا مدينة خدماتية وزراعية، وأيضا تجارية. أنا مولود في عائلة كانت عائلتنا كبيرة نسبيا، يعني والدي ووالدتي وأيضا 8 أشقاء وشقيقات، وكلنا درسنا في مدارس المقاصد الإسلامية في بيروت في صيدا. وكانت يعني هذه فترة من أجمل فترات حياتي لما تتمتع به هذه المدينة من علاقات بين أهلها، علاقات صداقة ومحبة. وبالتالي تخرجت من المقاصد، ولكنني درست السنة الأخيرة في مدرسة الأمريكان في صيدا جيرارد اسمها، ومن ثم عدت بعدها إلى الجامعة الأمريكية، حيث تخرجت من الجامعة الأمريكية في العام 67 بدرجة بكالوريوس، ودخلت معترك العمل مباشرة بعد ذلك، وتابعت دراستي لأحصل على الماجستير. هذا حينما انتقلت إلى بيروت. أعود شيئا ما إلى صيدا، وصراحة سؤال يعني أكيد تبادر لديهم كثير من المتابعين للشأن السياسي اللبناني ومن يتابعون الأخبار، حينما كنا نسمع يعني اسمك بالأخبار في بداية عملك السياسي نسمع اسم السنيورة، ويستغرب الكثيرون يعني هل هذا أصل اسم أجنبي، يعني لاتيني إيطالي أو إسباني، أو ما سر الاسم؟ الحقيقة وراء قصة قصة يعني هيك يعني جميلة واحد يرويها. أن جدي كان من عائلة الغلييني التي انتقلت من بيروت إلى مدينة صيدا، وكان شيخ طريقة دينية، وتزوج ابنة أحد القضاة الأتراك، ورزقهم الله بولد سموه محمد علي السنيورة. بس كان وقتها محمد علي الغلييني. الأب توفي ولا وكان لا يزال الطفل عمره 3 سنوات. زوجته كانت امرأة جميلة جدا، وهي ولدت من يعني أبوها كان قاضي، وبالتالي كانت يعني منعمة وكثير يعني حالتهم كثير كويسة كانت. ففعليا كانت تدلل
من قبل والديها بأنها جميلة مثل السنيورة. والسنيورة كانت صفة كانوا يسمعوها يعني أهالي المنطقة هنا، يعني إن كان في لبنان وسوريا ومصر الشام. والشام كانت تطلق على السيدة الجميلة، لأنه كانوا في تجارة كانت تتم بين هذه المنطقة وما بين منطقة يعني الدويلات اللي موجودة كانت في إيطاليا. وكان يجي تجار على هذه المنطقة بيسمعوهم الناس بينادوا هذه السيدات معهم يكونوا جميلات يسموهم سنيورة، فبالتالي كأنما ارتبط هذا الفهم عندهم بأنه السيدة الجميلة يجب أن تكون يعني اسمها سنيورة. فهذه كانت تدلل على أساس أنه هي زي السنيورة. فلما توفي زوجها عكفت على تربية ابنها ودون أن تتزوج، فأصبح هذا الولد ابن مين؟ ابن هالسيدة الجميلة اللي زي السنيورة، وبالتالي اطلق عليها العبارة إنه السنيورة. هو هذا الشاب يعني بقدر ما كان مهتم بالأمور الدينية مثل بيو، أيضا عكف على العمل الصناعي واخترع نوعا من الحلوى التي هي مشهورة فيها المدينة واللي هي اسمها على اسم العائلة اسم السنيورة. وذلك الآن إذا بتعرف إذا بدك واحد يقول بس تقول السنيورة مباشرة هذا الاسم معناها من صيدا. نعم نعم، والصيدة مشهورة بهذا النوع من الحلويات. جميل. فبالتالي نحن يعني كسبنا هذا الاسم نتيجة نعم هذه التسمية. تمام. قبل قليل يا دولة الرئيس قلت لي أنه البداية كانت بداية الدراسة كانت في المقاصد الإسلامية وبعد ذلك في المدرسة الأمريكية للبنين في نعم. صيدا. أود أن أسألك عن طبيعة الدراسة التي تلقيتها في البداية، هل هي دراسة تقليدية دينية أم كما يعني تشير اسم المدرسة الأمريكية يعني دراسة حديثة غربية كما يلقن في المدارس الأمريكية؟ حتما أنه هي كانت دراسة حديثة، ولكن كان في هناك من ضمن المنهاج الموجود في المدرسة كان في دروس دينية، دروس دينية كما كنا نتلقاها، ولكن هي مدرسة حديثة بكل معنى الكلمة. وهذه المدرسة أسست في يعني في الحام العام حوالي 1870. فبالتالي يعني الآن مضى عليها تقريبا حوالي 150 سنة، مثل مقاصد بيروت، يعني تأسستا في نفس الفترة الزمنية يلي. وهي أجت بنتيجة ما يسمى وجود الإرساليات الأجنبية اللي بدأت تجي على على لبنان وعلى المنطقة. الجامعة الأمريكية أيضا في نفس الوقت 1860 تقريبا في نفس الفترة. وبالتالي يعني تأسست هذه المدرسة. بالمناسبة يعني أنا ولدت في داخل مدينة صيدا القديمة، وبالمنزل اللي أنا ولدت فيه يلي اشتراه والدي من الإرسالية الأمريكية اللي كانت وجدت وكانت تعلم في مدينة صيدا الإرسالية حتى قبل أن تتأسس الجامعة الأمريكية. نعم. فكانت في بداخل مدينة صيدا كان في الإرسالية الأمريكية، وكان لديها محفلين في مدينة صيدا الداخلية. يعني كان وقت الإرساليات الأجنبية صحيح. بدأت تأتي إلى أوروبية والأمريكية. أوروبية أمريكية. فبالتالي المدرسة المقاصد هي مدرسة كانت تعلم منهاج كامل حديث بكل أنواع العلوم وأيضا واللغات اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. موجودة طبعا بمختلف المدن اللبنانية. المقاصد موجودة في صيدا، بس كما باللي أكبر منا موجودة في بيروت. طرابلس أيضا أتوقع. لا ما تأسست مقاصد في طرابلس، ولكن كان في لمقاصد بيروت فروع في المناطق يعني في البقاع وأيضا في الجنوب كان لهم عندهم مدارس. على ذكر الإرساليات الغربية الدينية طبعا هنا في لبنان، بالنسبة لمدينة صيدا ما هي المكون، هل مكونها الديني أو الطائفي واحد أو متنوع؟ لا متنوع. مدينة صيدا كان فيها يعني أول شيء بالإضافة إلى المسلمين السنة فيها أيضا مسلمين شيعة متآلفين نعيش مع بعض بشكل كامل، وكنا لا نعرف من هو السني من الشيعي في مدينة صيدا. وأيضا كان هناك أيضا مسيحيين من الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس كان موجود، وأيضا كان فيها مجموعة من اليهود. يعني داخل مدينة صيدا كان في محفل كنيس لليهود، وأيضا في مقبرة لليهود
في مدينة صيدا، وهذه صيدا كانت تعكس حقيقة ما يسمى هذا العيش المشترك الذي تميز به لبنان بعد ذلك، وأيضا هذا العيش الحقيقة المتآلف جدا حتى بعد النكبة، في النكبة الفلسطينية طبيعي كانت أنا على صغري على وأنا صغير بعرف إنه في محلات عديدة من 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 بالسوق التجاري مملوكة من اليهود وعايشين مع الصيداويين بشكل طبيعي جدا، يعني بيشتروا بيتعاملوا بيتزاوروا كل شيء. نعم نعم. طيب الآن إذا انتقلنا إلى مرحلة بيروت والدراسة الجامعية، التحقت بالجامعة الأمريكية هنا في بيروت. نعم. وتخصصت في دراسة الأعمال. نعم. الليسانس والماجستير بعد ذلك. السؤال هو لماذا هذا المجال بالتحديد؟ لماذا ليس مجال آخر؟ يعني المجال واسع لكل الاختيارات. أي مزبوط. أنا الحقيقة بدأت دراستي وأنا صغير، كنت أحلم أن أصبح طبيبا. ودخلت الجامعة الأمريكية على أساس أنه أنا أريد أن أدخل الطب، وكنت يعني مع عائلتي أنه أنا بدي أعمل طب وطبيب عيون. فالحقيقة بعد السنة الأولى اكتشفت أنه أنا هذا مش ميلي. يعني درست سنة أولى طب طبيعي، هو بالسنوات الأولى بتكون عم تدخل فريشمان، وبالتالي تأخذ المواد اللي هي بياخدها كل واحد اللي يفوت على الجامعة، بس بيكون ساينسز يعني بالعلوم، يعني تأخذ بيولوجي بتأخذ كيمستري بتأخذ فيزيكس وبتأخذ الأشياء التانية. فبالتالي اكتشفت أنه أنا مش ميدي هذا الأمر، وبالتالي قررت أنه أدخل في عالم التجارة. وأنا والدي تاجر، يعني أنا ابن عائلي، والدي تاجر، يعني مش غريب عليك المال والأعمال، مش جديد. لا يعني. لا هذه يعني بالدم. فبالتالي دخلت وقررت أنه أدرس التجارة يعني. فهذا الأمر يعني يلي يعني خلصت البكالوريوس، ومن ثم بعدين حصلت على الماجستير في. طيب هل صحيح أنك درست في الجامعة الأمريكية وأيضا في الجامعة اللبنانية؟ نعم. هذه ربما معلومة لا يعلمها الكثير. درست في الجامعة الأمريكية حوالي 6 سنوات. نحن نحكي الآن بالمنتصف السبعينات مثلا؟ أي يعني من 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 نهاية السبعينات إلى 77 درست في الجامعة الأمريكية في مادة المحاسبة والمالية، وأيضا درست سنة في أيضا الجامعة اللبنانية، وكنت أيضا محاضر في المركز التدريبي لسيتي بانك يعني، وهو المكان الأول الذي بدأت فيه حياتي المهنية، بإني التحقت في أحد أكبر المصارف العالمية اللي هو سيتي بانك، كان عنده فرع في مدينة بيروت. إذن دولة الرئيس يعني خبرتك المالية هي ليست فقط تطبيق، ولكن حتى أكاديميا يعني نظريا، يعني درست في هذا المجال وعملت أيضا. طبيعي يعني أنا يعني مش بس يعني درست بالجامعة وبجامعتين يعني وبدورات تدريبية، مش بس بالسيتي بانك، كان في دورات تدريبية تقام في الجامعة الأمريكية وفي غيرها، كنت أنا يعني يكون محاضر في هذا الشأن. وأيضا عكفت بعد ذلك أنا حتى في حياتي المهنية إلى إنشاء أكثر من مركز تدريبي يعني ومعاهد، يعني أسست معاهد مثل ما بعدين نحكي على بخيام لما أصبحت وزيرا للمالية، أسست في وزارة المالية المعهد المالي يلي كان عنصرا أساسيا في تطوير الكفاءات داخل وزارة المالية. طيب هذا الجانب لنقل المعرفي والثقافي بالنسبة لك دولة الرئيس، الجانب السياسي أود أن أكتشف بدايته. أعتقد أن البداية كانت مع القوميين العرب، حركة القوميين العرب، كيف ولماذا ومتى أيضا؟ شوف، أول شيء أنا اهتمامي بالسياسة قبل ذلك. أول شيء بتذكر أنه أنا طفل صغير كنت أحرص أنه أقوم باكر وأقعد مع والدي وأسمع إذاعة الشرق الأدنى، إذاعة البي بي سي، الساعة 6 صباحا، هي الإذاعة يعني البريطانية، كان مثل يعني هذا الشيء المقدس أنه استماع للأخبار. وكانت يعني بيتنا ومحل والدي التجاري أيضا في صحف عديدة، كانت مجال للاهتمام بالعمل السياسي. في المقاصد كنت مهتم بما يسمى بالنوادي الخطابي،
فأنا اهتمامي بهذا العمل السياسي كان من أنا وطفل. يعني أنا لازلت أذكر يا سيدي كان عمري تقريبا 8 سنوات لما إجا الخبر بأنه صار الانقلاب في مصر. أذكر أنه أنا وقفت خطيب على قدر ما كان يعني ما عندي من كميات معلومات ومن عبارات. أخطب بموضوع هذا الانقلاب كان ثورة يوليو 52. ثورة يوليو 52. فبالتالي كانت شغلي جديدة هذا الأمر بالنسبة لاهتماماتي. أنا اهتماماتي يعني بالإضافة إلى العمل تبعي والمهني الدراسية هو الاهتمام بالعمل السياسي والعمل النهضوي. يعني فهذا الأمر كان من وقتها وأنا مهتم بهذه الأمور. يعني وموضوع القومية العرب؟ القومية العرب هو في المرحلة يلي بعد 58 بعد 58 59 طبيعي كنا شباب يعني وقتها بمرحلة البريفي وما بعد البريفي، وبالتالي كان الطبيعي يعني بعدنا حديثي العهد بالنكبة الفلسطينية. وصيدا من المدن التي يعني كانت أحد أهم المناطق التي استضافت الفلسطينيين في الجنوب يعني، وكان مخيم عين الحلوة هو أكبر المخيمات الفلسطينية. وعندما يعني تخطينا مرحلة السيرتيفيكا يعني بعد 11 سنة صار في عندنا في المدرسة أيضا تلاميذ من عين الحلوة. فبالتالي صار هذا التلاقي بين التلاميذ اللبنانيين والتلاميذ الفلسطينيين. والاطلاع على القضية الفلسطينية بالتأكيد. ناهيك عن ذلك أنه أنا والدتي هي صيدوية ولكن والدتها من فلسطينية. وبالتالي يعني كان حتى أخوالي عايشين بفلسطين، وكان والدي آنذاك يعني كان صناعي وتاجر، كان له كمية من يعني من الجهود بالتجارة مع فلسطين، وكان الصيدة تعتمد على هذه التجارة بين لبنان وفلسطين. وكان أيضا في قدر كبير من المصاهرات ما بين صيدة وفلسطين، بالتالي كانت قضية فلسطين حاضرة ببيتنا والأزمة موجودة. حتى عندما يعني جاء بعض منهم يعني أخوالي عندما جاءوا من 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 فلسطين إلى لبنان، أول ما نزلوا عندنا في البيت وبعدين كان عمروا وصاروا كانوا لبنانيين هم بس كانوا عايشين بفلسطين. فبالتالي أزمة فلسطين كانت حاضرة بوجداننا. وبالتالي دفعني هذا أول شيء الاهتمام أكبر بالسياسي من جهة، وتاني شيء للاهتمام بهذه القضية الكبرى التي لازلنا نعاني منها حتى الآن. يعني حركة قومية العرب كانت تجسد هذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية وعدالتها. كانت حركة قومية العرب بغالبية أعضائها المؤسسين كانوا هم فلسطينيين يعني جورج حبش ووديع حداد وغيرهم يعني كمان من لبنانيين، وكانوا كلهم يعني بيمثلوا خط أساسي يلي هو رافض لهذه النكبة اللي حصلت، وعامل من أجل أنه إيقاظ هذا الوعي العربي بهذه المحنة وضرورة أنه التفتيش عن وسائل كيف الخروج من هذا المأزق وهو ما زلنا نعيشه حتى الآن. أكيد. من الأسماء المهمة في القومية العرب، حركة القومية العرب حينها كان في مدينة صيدا بالتحديد، تتذكر أسماء كبيرة؟ هل التقيت بهذه الأسماء التي تتحدث عنها جرح حبش؟ أي طبيعي. كانوا يزورون المدينة والتقوا بالشباب هناك؟ أي كانوا يجوا، كان في محسن إبراهيم، محمد كشلي، يعني من أشخاص، خضر صالح، مصطفى صالح، يعني من 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 كافة الأطياف يعني سني وشيعة يعني. وهذا الأمر في المدينة ما كان فيه هناك أي تمييز بين هذه كلهم يعني عرب ولبنانيين وناشطين في الحق الوطني. وأيضا أنا في المقاصد كان يعني في مدرستين للمقاصد
اللي هم adjacent مع بعض، قراب من بعض، مدرسة المقاصد ومدرسة فيصل الأول، وهي سميت بفيصل الأول وقت اللي إجا الملك فيصل على لبنان. فبالتالي كان وقت رفيق الحريري تلميذ في 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 مدرسة فيصل، وكنا يعني قراب المدرستين مع بعض قراب. فهنا من هناك بدأت معرفتي برفيق الحريري اللي هو ابن صيدا، وأيضا كانت تلميذ جمعية المقاصد. من مواليد نفس السنة تقريبا رفيق الحريري؟ هو أصغر مني بكم شهر. وتعرفت عليه في هذه الظروف، في هذه الفترة. ونمت هذه العلاقة بعدين، وبعدين يعني صرنا كمان يعني بخلية واحدة. بخلية واحدة. اللي كنا فيها سوا بخلق. طيب بالنسبة للمشهد السياسي اللبناني حينها، يعني لم تستهوك أو تستأثر باهتمامك أي من التيارات السياسية اللبنانية حينها أو الأحزاب السياسية المتواجدة؟ يعني كيف كان المشهد السياسي اللبناني الداخلي؟ يعني كان في هناك يعني بلبنان في أحزاب مختلفة، كان في أحزاب يلي هي لها طابع طائفي أكثر، أو أحزاب يسارية مثل الشيوعيين. يعني حركة قومين العرب كان بتمثل يعني حركة عروبية، كان في البعث يعني كحزب تاني، وكان في هناك تنافس كبير ما بين البعثيين والقومين العرب. وأنا أميل إلى الضم. بعث اللبناني كان في حزب بعث لبناني مستقل عن سوريا والعراق طبعا، يعني كان هذا قبل إرهاب، قبل هذه قبل 52 صارت بعدين يعني. فيعني بس كان أنا أميل إلى الظن بأنه التربية اللي كانوا يتلقوها، التربية الحزبية التي كانوا يتلقوها أعضاء حركة قومين العرب، كانت أكثر رصاني وأكثر هيك وطنية يعني. بس بعدين يعني كلهم دخلوا بهذا المعترك يعني. فأنا كنت ورفيق الحريري الله يرحمه في نفس الخلية، وهو بعدين سافر إلى السعودية. هل تتذكر شيء من تلك المرحلة في صداقتكما مع رفيق الحريري حينها؟ يعني شيء يمكن ربما لا تنساه في الطفولة مع رفيق الحريري بهذيك الفترة؟ مثلا كان في مرة يعني مرة حكالي بعدين هو أنه إجا لعنده واحد من لبناني، كان لما كان في السعودية، وقعد عم بيطلب شغلي يعني يشتغل. فبيسأله عم يحكي لي الله يرحمه رفيق الحريري، قال له أنا من بلدي بالبقاع. قال له شو اسمه؟ ما عم تتذكر شو اسمه، بلدي صغيرة جدا يعني فيها يمكن شيء 20-30 بيت يعني. قال له ممكن ما بتعرفها، هيدي بلدي اسمها كذا. قال له هيدي البلدي اللي فيها كذا وكذا وكذا. هذاك استغرب أنه أشياء هيدي ما حدا بيعرفها، ده الواحد زيرها. أتاري هي هيدي البلدة اللي مر فيها رفيق الحريري لما تولى مسؤولية تهريب جورج حبش من سوريا. فكان وقتها معتقل بسوريا، وبالتالي هربوا وقطع فيه سيرا على الأقدام. هو شخصيا رفيق الحريري، هو شخصيا سيرا على الأقدام بمنطقة البقاع حتى يقدر يهربوا إلى لبنان. هذه ربما معلومة يعني كثيرين لا يعرفونها، يعني لا أعلم إن كنت حدثت أحدا بهذه المعلومة. فهذا الأمر يعني كان له دور يعني. يعني هو كان ليس متعاطف فقط ولكن ناشط فعليا في القوميين العرب، ويعني كان ناشط نوع النشاطات. كان فعليا رجل المهمات الصعبة يعني. صحيح يعني، وهو يعني شجاع، جريء وشجاع. جريء وشجاع يعني. فبالتالي بعدين يعني هو بنفس الوقت اشتغل بصحيفة الحرية اللي كانت وقتها صحيفة حركة قومين العرب، وهو كان يعني رجل عصامي بكل معنى الكلمة. يعني هو اشتغل وعلم حاله وفات على الجامعة العربية. خلفيته العائلية لم تكن يعني بمستوى مادي عالي يعني في مدينة صيدا؟ لا بمستوى مادي لا، بس يعني عائلة محترمة جدا يعني. وعائلة كبيرة، هي عائلة الحريري عائلة من كبريات العائلات في مدينة صيدا. ووالده الله يرحمه كان رجل يعني محترم جدا يعني. وبالتالي هو يعني بنى نفسه بنفسه من خلال الأنشطة اللي كان يقوم فيها من شان يقدر يتعلم ويشتغل. وهذا هذه يعني أمدته بعصامية عالية،
وقدرة على التحمل يعني في كثير من المصاعب اللي كان يمر فيها. تمام. طيب دولة الرئيس نتوقف الآن عند فاصل قصير ونعود دقائق قليلة لنواصل الحديث الشيق معك. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي بعد قليل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. دولة الرئيس، الآن نتحدث عن مسيرتك في عالم المال والأعمال، وهي يعني مسيرة طويلة طبعا، وهذا اختصاصك الأساسي. وأبدأ من البداية، عام 67 كانت مع بنك مصرف سيتي بنك الدولي هنا في بيروت. طبعا البداية كانت في العمل الخاص المصرفي وليس في العمل العام. نعم، القطاع الخاص قصدي، القطاع الخاص المصرفي. في اليوم التالي لتخرجي وقتها كان سيتي بنك، وهو بنك كبير، هو أكبر بنك عالمي آنذاك، كان له فرع في لبنان، وكان يبحث عن شباب جداد. فوقتها يعني أحد الأشخاص اللي كانوا عاملين في سيتي بنك، وبالتالي سأل الدكتور سليم الحص إنه مين في من الشباب المتخرجين الآن من أو اللي يتخرجوا الآن من كلية إدارة الأعمال، فأشار عليه باسمي أنا. وبالتالي أنا وبعدني لسه ما تخرجت، يعني أتممت كل عمليات المقابلات اللازمة عبر كل الأدوات والوسائل اللي كانت تعتمد من قبل البنك. وفي اليوم سليم الحص طبعا رئيس الوزراء السابق، بس حينها كان وقتها أستاذ في الجامعة الأمريكية، وكان أستاذي يعني، وكان مشرف على أيضا أطروحتي بعد ذلك. فهو أوصى بي، اللي كان أحد الأشخاص اللي هو خريج الجامعة الأمريكية أيضا، وكان يعمل بالسيتي بنك، اسمه أسامة. فبالتالي عمل هذا التوصية لإلي، ومن ثم أنا دخلت العمل، اسمه أسامة مكداشي يعني. وبالتالي دخلت العمل بالسيتي بنك، وكان البنك آنذاك يعني كان مارق بفترة صعبة بوجود نوع من الإدارة ما كانت كتير جيدة، فبالتالي كانوا بدهم دم جديد، وهذا وضعني في موضع يلي يعني ما يسمى تحدي كبير. يعني كان علي أن أثبت جدارتي إزاء تحديات، وكان في هناك توقعات مني كبيرة، وهذا الأمر أنا يعني مكنني من أنه أتولى مسؤوليات وبسرعة أتقدم على هذا المراحل. بهالفترة هذه وأنا وعم بشتغل بالسيتي بانك بدأت أكمل دراستي الجامعية، فأكملت دراستي الجامعية وحصلت على شهادة الماجستير، ومن ثم مباشرة استمريت بعمل المصرفي بسيتي بانك كبنك تجاري. عفوا، إدارة سيتي بانك كانت أجنبية أو لبنانية؟ أجنبية. الإدارة الأساسية كلها أمريكية، بس كان في موظفين لبنانيين. فطبعا مثل أي مؤسسة مصرفية بتصير في هناك مشكلات معينة، فبالتالي بحب يغيروا الأشخاص ليجيبوا إدارة جديدة. أنا كنت أحد أعضاء عناصر هذه الإدارة الجديدة، فبالتالي أيضا يعني ترقيت بشكل سهل نتيجة أنه يعني كان يمر علي أيام ممكن نام ساعتين أو ثلاث ساعات يعني. فبالتالي يعني عملت بشكل يعني هيك كبير ورصين وجدي، وبالتالي أتمم دراسة الماجستير وتخرجت منها، وطلبت مني إدارة الجامعة الأمريكية أن أتولى التدريس في الجامعة الأمريكية. فأنا الحقيقة ما تركت عملي المصرفي، استمريت بعملي المصرفي، وأيضا كنت بنفس الوقت محاضر في الجامعة الأمريكية. وبعد ذلك أيضا إدارة سيتي بانك تمنت علي أنه أنا كمان علم بمركز التدريبي لبنك سيتي بانك اللي كان موجود في لبنان، وكان يقدم خدماته التدريبية من شمال أفريقيا، من المغرب إلى باكستان. يعني كان هو المركز التدريبي الذي كان موجودا في لبنان، وبيجي ناس من أيضا مش بس يعني من هذه الدول، أحيانا كمان بيجوا كمان أمريكان وإنجليز بدهم يحطوهم بهالمنطقة هذه، يجوا يمروا عبر هذا المركز التدريبي. والغاية تزويد البنك بدماء جديدة طبيعي ومواهب جديدة والسيتي بانك كان معروف أنه يعني مصرف متقدم من ناحية التدريب، ومن ناحية كان يقولوا هذا ولادي للكفاءات والشباب الجداد يعني المتدربين.
فأنا كمان يعني أسهمت في عملية أيضا التعليم في هذا المركز التدريبي إلى جانب عملي المصرفي. فأنا ما تركت عملي المصرفي، استمريت كشخص عامل في القطاع المصرفي التجاري لمدة 5 سنوات من 67 ل 72. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أنه أعمل بما يسمى العمل الاستثماري المصرفي investment banking. كمان أمضيت 5 سنوات إضافية في العمل الاستثماري المصرفي، وأنا عم بستمر بعمل التدريس يعني والتدريب، التدريس بالجامعة الأمريكية والتدريس أيضا بالجامعة اللبنانية إلى جانب عملي المصرفي. بس هذا الأمر أكسبني كمان بعدا جديدا في العمل المهني المصرفي وأيضا في العمل الأكاديمي إلى جانب أيضا استمرار نشاطي الثقافي. هوني البعد الثالث اللي كان عندي، وأيضا أنه أنا واللي هو بأهم مؤسسة ثقافية يمكن بالعالم العربي، يلي هو النادي الثقافي العربي، يلي هو تأسس بالعام 43 وهو يعني من الأوائل المؤسسات الثقافية في العالم العربي، ولا زال قائما، ولا زلت عضوا فيه، ولا زلت ناشطا فيه، وقد أصبحت رئيسا للنادي الثقافي العربي في العام 72. نعم. هذا إلى جانب كل نشاطاتي في بيروت، مقره هو مقره في بيروت، إلى جانب كل نشاطاتي نعم. الأكاديمية والتجارية، إلى أن الحقيقة صارت الحرب اللبنانية بالعام 75. تماما، كنت أود أن أسأل في هذه النقطة، يعني شاب في مقتبل العمر متحمس، عنده قدرة على العطاء والعمل المتواصل بدون قطع كما قلت، في بعض الحالات تنام ساعتين أو ثلاثة بالليل، ولكن عام 75 اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية. طبعا لم يعني لن أبالغ إن قلت أنه ليس هناك لبناني داخل لبنان لم يتأثر بطريقة أو بأخرى بالحرب الأهلية اللبنانية. هناك من بقي في البلاد وعاش يعني وضعية لنقل على الأقل ليست جيدة معيشيا في لبنان، وهناك من أثر الرحيل والهجرة إلى الخارج، يعني عشرات الآلاف من اللبنانيين هاجروا إلى الخارج. كيف عشت هذه المرحلة؟ يعني لم يخطر في بالك في مرحلة معينة أنه لأقوم مثل ما قام به كثير من الشباب اللبناني وأشوف مستقبلي في الخارج؟ حقيقة أنه وقتها أنا لما عدة الحرب كنت عامل في القطاع العمل الاستثماري المصرفي، ولما صارت الحرب كمان أجت فترة أغفلت الجامعة الأمريكية، فبالتالي كان وقتها يعني رئيس مجلس إدارة البنك اللي كان أيضا أستاذي في الجامعة الأمريكية لازال يعني على قيد الحياة هو الدكتور عصام عاشور، وبالتالي تمنى علي أن خلال الفترة هذه بال75 أنه ننشط في كان وقتها يعني في حاجة في المنطقة العربية إلى يعني من يتولى القيام بدراسات في زبدة الستاديز وغيره. فبالتالي اشتغلت مع الدكتور عصام عاشور ومع دار الهندسة بوقتها وبعدد من المشاريع التي كانت تقام في منطقة الخليج. كنت تنقل من بيروت إلى الخليج، كان يعني واضطريت بعدين أنه أنا انتقل إلى لندن، فقعدت فترة أشهر عديدة في لندن، وكنت قد تزوجت آنذاك، وزوجتي معي كانت موجودة في لندن لأنه كان مطار بيروت أقفل والوصول إلى بيروت كان عملية صعبة، فبالتالي يعني استقرينا بلندن وصرت أنا سافر للمنطقة العربية بأكثر من مجال من أسبوع، وبالتالي استمريت هذا الفترة إلى أن يعني توصل المتحاربين في لبنان عبر الوساطة العربية أنه لإنهاء الحرب اللبنانية، وعلى أساسها أنه كان تم انتخاب الرئيس إلياس سركيس، كان وقتها اللي كان رئيس جمهورية آنذاك هو سليمان الفنجي الجد، فانتقل الحكم إلى وجود الرئيس إلياس سركيس، وإلياس سركيس هو يلي أيضا كان تعاون مع الرئيس مع الدكتور سليم الحص اللي كان أستاذ الاقتصاد وكان أستاذي في الجامعة الأمريكية، وبالتالي كان تعاون هو إياه بفترة السبعينات من سنة 70 إلى سنة 76. كان إلياس سركيس هو حاكم البنك المركزي قبل ما يصبح رئيسا للجمهورية، كان حاكم البنك المركزي، وكان عين آنذاك الرئيس عفوا الدكتور سليم الحص هو رئيس لجنة الرقابة على المصارف. فبالتالي بقي الرئيس الحص
من سنة 67 إلى 72 كرئيس لجنة الرقابة عن المصارف. طبعا تبع البنك المركزي. البنك المركزي بس هي لها استقلالية كبيرة بالقانون اللبناني. وانتقل الرئيس سليم الحص إلى أن يكون رئيس مجلس إدارة المصرف الإنماء الصناعي والسياحي من 72 بقي لغاية سنة 75. بآخر 75 تألفت الحكومة الأولى في عهد الرئيس إلياس سركيس، وكان رئيس الحكومة آنذاك هو الدكتور سليم الحص. أنا كنت وقتها في لندن، وكان لما بلشت بدنا نرجع على 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 لبنان، وارجع على المكان اللي انا كنت فيه يعني كعمل مصرفي استثماري يعني. طبعا الهجرة اساسا كانت اسباب امنيه لانه الحياه يعني كانت شبه مستحيله في بيروت حينها. بالضبط. فوقتها الرئيس سليم الحص بفتحني بانه شو رايك انك انت تكون رئيس لجنه الرقابه على المصارف، وهو اختارني انا في الموقع الذي كان يراسه هو شخصيا. هو شخصيا، وهكذا كان يعني. فهو أوصى بي عند الرئيس إلياس سركيس الذي كان حاكما للبنك المركزي اللبناني. أيوة. بأنه يصار إلى تعييني من قبل مجلس الوزراء اللبناني، وتمت عملية التعيين في منتصف العام 77. التعيين يكون بقرار من مجلس الوزراء. تعيين حاكم المصرف أو رئيس لجنة الرقابة؟ حاكم المصرف المركزي وتعيين لجنة الرقابة على المصارف، لأنه هي فيها استقلالية يعني، مش موظف في البنك المركزي، لا، هي لجنة مؤلفة كانت من 3 أشخاص تعين بمرسوم من مجلس الوزراء، وهذه كانت نتيجة الإصلاحات التي تم إدخالها عقب الأزمة التي مر بها لبنان بإفلاس بنك إنترا. فانعمل عدة إجراءات وأدخلت فكرة ما يسمى لجنة الرقابة على المصارف. طبعا حينما نقول الرقابة على المصارف، المصارف الخاصة الموجودة في لبنان، المصارف الخاصة، جميع المصارف التي تعمل في لبنان، مراقبة أدائها. مراقبة أدائها يعني كل ما إذا في مخالفات، إذا تجاوزات، كل المصارف وكل المؤسسات المالية بتكون خاضعة لرقابة لجنة الرقابة على المصارف، وهي كانت بعضوية يعني برئاسة شخص اللي أنا، وكان في عضوين تانيين موجودين، وفيها طبيعي موظفين وبتتولى هالمسؤولية، ويعني يرأس يعني علاقتها بالبنك المركزي من خلال الهيئة المصرفية العليا التي يترأسها الحاكم البنك المركزي، ويترأسها كمان يعني عدد من مجالات الدولة. الحاكم كان حينها ميشيل خوري. كان وقت اللي كان تعينت أنا لم يكن وقتها في حاكم للبنك المركزي، كان في نائب حاكم من بعد ما ترك إلياس سركيس وصار رئيس جمهورية، بطل هو حاكم، فبالتالي تولى رئاسة البنك المركزي نائب الحاكم اللي هو جوزيف أوغوليان كان هو، وبالتالي يعني أصبح بعدين هذا المركز شاغر كرئاسة كحاكم البنك إلى أن عين ميشيل خوري. نعم. طيب أنت تحدثت يعني بشيء من الإسهاب، وفهمنا الآن مدى أهمية لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان المركزي. أود أن أسألك عن المصرف نفسه، تعريف بدور هذه المؤسسة المهمة في الواقع السياسي والمالي في لبنان، خصوصا الكلام هذا يأخذ أهمية من الواقع الحالي أن المصرف صحيح. تقلصت أهميته ودوره في لبنان. تعريف المصرف يعني رسميا هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولا يخضع للقواعد المطبقة على القطاع العام. نعم. يعني شوية معقدة المسألة، لنوضحها للشخص الذي لا يفهم في الاقتصاد كثيرا. يعني بكل أعماله هو عنده استقلالية كبرى، والمقصود الحقيقة دائما بأنه البنوك المركزية أن تكون لديها الاستقلالية لأنها تشرف على السلطة النقدية، ولذلك أعطاها القانون هذا القدر من الاستقلالية والحصانة حتى لا تقول للدولة لا. هذه الاستقلالية دولة الرئيس قد تكون سلاح ذو حدين، الاستقلالية جيدة حتى تكون بعيدة عن الضغوطات السياسية وربما مشاريع سياسية للحزب الحاكم أو التوجه الحاكم، ولكن في نفس الوقت قد تتحول إلى هي السلطة في حد ذاتها وتنافس المشروع الآخر. تمام. وطبعا هذا يرتبط حتى بشخصية وتوجهات الحاكم. صحيح.
هيدي بتصير يعني احيانا يعني بصير كمان عند الشخص اللي موجود بهذا الموقع وهو موقع شديد الاهميه شديد الاهميه بانه هو يكون عنده طموحات شخصيه. هذا المقصود. وهذا الطموحات الشخصيه يعني تتنافى مع طبيعه المركز. وفي بيحضرني هون يعني مثل عامي مصري بيقولوا صاحب بالين كذاب. يعني لما بيكون عنده هدفين بنفس الوقت فبالتالي بصير بضيع شو بده، وبتكون واحدة على حساب الأخرى. الحقيقة إنه بلبنان القانون أملى على المواقع الأساسية في الدولة اللبنانية، أكانت يعني بالإدارة اللبنانية أو خارج الإدارة اللبنانية بس بالدولة اللبنانية، أن يتولى أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية إلا بعد مرور سنتين على استقالته. يعني حاكم مصرف لبنان، قائد الجيش، الهيئة يعني مجلس القضاء الأعلى، هولي مواقع أساسية. وأي واحد بمرتبة مدير عام لا يترشح لمنصب رئيس الجمهورية عليه أن يستقيل قبل سنتين من ترشحه لهذا المنصب. طبيعي هلا هذا القانون نحن خالفناه مرات عديدة بنحكي فيها يعني، بس انه هذه مشكلة كبرى طبعا. يعني القانون اجى حصن هذه المواقع وحط حدود لها لمطامع من يتولونها، حتى ما يصير في هناك ما يسمى تفريط بالدور الذي ينبغي أنه حتى ما تكون تصرفاته تمليها مصالحه المستقبلية الشخصية يعني. طيب نقطة أو تاريخ مفصلي أيضا في مسارك في هذا المجال، عام 82، طبعا 82 الجيش الإسرائيلي للبنان، ولكن هذا على الصعيد العسكري والسياسي. تحدثنا في مسارك المالي والسياسي، لا هنا المالي بالتحديد. 82 انضمت لفريق عمل رجل الأعمال حينها رفيق الحريري في بنك البحر المتوسط. خليني الظروف خليني بخصوص هذا. يعني خلال السنوات 77 بسنة 77 اللي هو عينت فيها رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، وهي لفترة 5 سنوات، لسنة 82 بمنتصف السنة حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وهون يعني طبع أشياء وقتها بدي أذكر الحقيقة، يعني وقتها صار عدة شغلات بنفس الوقت، أنه انتهت فترة ولايتي أنا بمصرف لبنان، ولكن كان هناك ميل لدى المسؤولين بأنه هم يعينوا بديلا عني ويبقوا الشخصين الثانيين عضوا. طبيعي ليس الأمر كما حاول البعض أن يصور أنه والله لأنه كان في سوء إدارة وإئتمان ومش عارف شو كذا من النوع. ألا بقول لك ليش صار، كان في هناك يعني ما يسمى بعض المصرفيين الذين لم تعجبهم طريقتي وعملي. ضيقت عليهم يعني؟ طبيعي أكيد كان بيقتضي الأمر هذا. فبالتالي أوحوا لرئيس الوزارة آنذاك شفيق الوزان أنه لشو بدك تجيب فؤاد سنيورة مرة ثانية؟ طب جيب واحد بيروتي يعني بكون أحسن، بتبيض وشك قدام أهل بيروت وبالتالي بتعين واحد. دخلنا في المناطقية الآن. طبيعي. فبالتالي هذا الأمر، فكان في إصرار على أنه تغيير لهذا الموضوع. وقتها قام حاكم مصرف لبنان انتفض وقدم استقالته احتجاجا على هذا الأمر، لأنه اعتبر أنه هذا فعليا عمل يقصد مش يعني بينتهي بالنهاية، مش أنه كان في عمل متقصد، في عمل غير متبصر، بأنه والله من هذا المكسب بنجيبه مكسب. أنا شخصيا وقت اللي كنت حتى كنت رئيس لجنة الرقابة على المصارف ما كنت روح حتى عند رئيس الحكومة وحتى عند سليم الحص الله يطول بعمره، ما كنت إيش أحكي له والله في القصة الفلانية وكذا منه، لأنه هذا رئيس لجنة الرقابة يجب أن يكون بعيدا عن العمل السياسي المباشر ولا يوظف معلوماته لمصلحة فريق من الفرقاء السياسيين. فبالتالي أنا حرصت أنه أنا حتى وحتى لما صار رئيس الحص بطل رئيس حكومة،
بخلال الفترة التي كنت فيها أنا رئيس لجنة الرأي عن المصارف ما كنت روح عند السياسيين وقول لهم القصة الفلانية أو غير الفلانية، هذا موضوع إطلاقا يجب أن نفصل بين الاثنين، وأنا مارست هذا بكل يعني بشكل صارم هذا الموقف. فوقتها يعني ميشيل خوري قدم، هذه أول قصة بتصير بلبنان أن يقدم حاكم مصرف لبنان من أجل رئيس لجنة الرقابة على المصارف يقدم استقالته. بعدين صارت مرادات وقصص من هالنوع هذه الشغلة. فلذلك وقتها ما كانت محسومة بعد العملية، حسمت بنفس النهار اللي تم فيها قبول قوات المتعدد الجنسية إلى لبنان. قديش كان صارت. المهم أنا شخصيا وقتها كنت بعدني عم مارس يعني عملي كرئيس لجنة الرقابة على المصارف خلال الاجتياح الإسرائيلي. يومتها كان انتخب الرئيس يعني الجديد بشير جميل، وإجا بهذيك الفترة ونحن محاصرين من قبل إسرائيل، إجا رفيق الحريري على بيروت. طبعا بهالفترة هذه كنت أنا على تواصل أنا وياه، هو كان بالسعودية طبعا، كان بالسعودية، إجا على بيروت وإجا يدخل لبيروت جوا، يعني قطع الحدود اللي الحصار الإسرائيلي، ونام عندي في بالبيت هذيك الليلة. وقررنا أنه تاني يوم نحمل حالنا ونروح على مدينة صيدا، هو بيشوف أهله وأنا بشوف أهلي. فرحنا ركبت أنا السيارة، هو كان موجود وكان معنا واحد تاني كان معنا أيضا بحق قبيل عرب. رحنا على صيدا، وطبيعي بدنا نقطع أهوال يعني حواجز إسرائيلية عديدة، بنطلع من بيروت إلى جبل لبنان، وبننتبع بعدين على الساحل لنوصل للصيدا، ويعني عزبات كتير يعني ومشاكل. ورجعنا يعني كانت الدنيا ليل. هلأ أنا شخصيا وقت اللي بفكر إنه شو صار بقول فيها قدر كبير من المخاطر غير المتبصرة اللي قمنا فيها، إنه أنا راكب أنا ورفيق الحريري ومعنا واحد تاني، وبالتالي بيظل احتلال إسرائيلي. فرجعنا بالليل وبدنا نوصل يعني زميلنا اللي كان بصوفه، وأنا عم سوق السيارة. تاني الدنيا ليه صار الساعة 8 بالليل، فبالتالي طلعت على بحمدون وصلنا للدكتور حسني المجدوب الله يطول بعمره، ونحن منزلين بمنطقة بالجبل لبنان بيوقفنا حاجز إسرائيلي. هذه كانت أول مرة بحياتي أنا بشوف إسرائيلي وجندي إسرائيلي وجه لوجه، ثلاثة جنود إسرائيليين بكامل عدتهم العسكرية. المنطقة أي منطقة؟ منطقة عارية. عارية تحت علي. بيوقفونا، قال بدنا نركب. كنت أنا وقاعد معي رفيق الحريري، محلنا اثنين لحالنا، ما في معنا أحد. قال بدك تركبونا بدنا ننزل لتحت. بالإنجليزي عم يحكوا. لا أدري كيف أتتني الشجاعة الحقيقة لأقول لهم أنه أنا لا أستطيع أخذ إلا اثنين منكم. قال نحن ثلاثة، بدك تأخذنا ثلاثة. قلت له أنا ما بقدر أخذكم إلا اثنين، إذا بدكم بدك اثنين. قلت أنا يمكن بهالطريقة يعني باكي بقولوا لا. قالوا أوكي. طلعوا اثنين مسلحين طبعا، مسلحين كل شيء قبل. وبالتالي ركبوا، يعني ساد حالة صمت، يعني على مثل واحد كأن الدنيا أطبقت علينا لأول مرة بنشوف إسرائيلي. أنا أحاول أن أتخيل هذا المنظر. والدنيا ليل يعني بقى أي واحد كان يطلق علينا. ورفيق الحريري وجنديان إسرائيليين بالخلف. بعد 3 كيلومتر قال وقفنا. وقفت. قاموا نزلوا. قال بابا الحمد لله مشينا. هيك سادت سحلة صمت صغيرة. ولا بقول لي رفيق الله يرحمه، ليش قلت له اثنين مش ثلاثة؟ قلت له والله يا رفيق فكرت هيك بسرعة انه اذا بده يصير شيء اثنين ممكن نحن نقدر نتفوق عليهم. اثنين مقابل اثنين. اما ثلاثة حتما ما بنقدر. فبالتالي هذا فضحك وضحكنا ومشينا بالسيارة. ما كانش نهاية المشكلات يعني. وصلنا إلى حاجز اللي هو على مدخل مدينة بيروت يلي هو على منطقة المتحف. بيوقفنا حاجز هناك، وهذا حاجز كان
حاجز سموه حاجز التيوس، وكان يعني على في هذا الحاجز ارتكبت الكثير من من الجرائم والمجازر. يعني بيوقفنا حاجز الدنيا عتمي، ما في حد، حاجز واحنا اثنين، اي واحد يعني بيقدر يصفينا انا ذاك ما حد. مين الحاجز؟ حاجز منطقة التيوس، قريب من القوات اللبنانية انا ذاك. يعني مين اللي وقف عليه؟ جنود اسرائيليين؟ لا لا يعني هيدي يعني صارت كان لسه انتخب بشير جميل. وقبل الاغتياد اللي جرى لبشير جميل، القوات اللبنانيه يعني القوات اللبنانيه. فوقفنا واحد قال اعطونا هويتكم، انا بعطيك حامل باسبوري، اعطيته باسبوري، قال انت بتسافر كثير، لوين بتروح ولوين بتجي وكذا. قلت له انا بحكم عمليه وكذا، سكت. أخذ الباسبور تبع رفيق الحرية شافه، قال له شو بيقربك رفيق الحرية تبع صيدا؟ قال له أنا هو. قال له أنا عندي شقفة أرض بالحمصية بدي بيعها، بتشتريها مني؟ شوف يعني شوف مثلا الحالة الدرامية إلى أن تحولت إلى 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 شيء مضحك الحقيقة. قال له رفيق الحرية كان عامل وقتها المشروع الكبير اللي هو مشروع كفر فلوس، اللي هو منطقة خارج مدينة صيدا في منطقة التلال، واللي كان مركز ثقافي وتعليمي جامعي وثانوي ومستشفى ومؤسس تمريض ومركز دار الأيتام، يعني شغلة كبيرة جدا، مجمع علمي وثقافي اسمه. فقعد يقول له انه هذا العمل بكرة بينفع المنطقة وخليك وكذا من هالنوع. المهم بالنهاية يعني ما عرفنا كيف الله أنقذنا وفتنا عليها من 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 يعني هيك الأشياء. يعني جيتوا من الخطر في حالتين يعني بنفس الليلة. حالتين هذا بعد منا هيدي الحادثة اللي صارت سنة 82، بسنة ال 2018 مرة كنت بمعرف وهيك مكان، ولا بيجي واحد بيعرف عن حاله بقول لي أنا فلان بيت سلوم، تتذكر لما وقفتك على المتحف؟ طلع هو نفسه، هو نفسه، وانه شو حكاني وكذا، شوف الدنيا كيف صارت يعني. مهم وقتها انه يعني اجى رفيق الحريري وطلعنا بعد منا بيومين، وسافرنا انا وياه على قبرص، وهو راح على فرنسا وانا بقيت بقبرص، كانت عائلتي بقبرص. في تلك المرحلة عرض عليك العمل معاه في المصرف؟ بعد منا بيومين بيوم الحقيقة بيتصل فيه بيقول لي الرئيس الدكتور حص موجود بفرنسا، فيك تجي نقعد نحن وياه وكذا. قلت له كويس، جات انا ما انا وقت كنت بعدني بالمصرف المركزي يعني انا ذاك. فبالتالي سافرت، كان يوم اثنين ظهرا، سافرت من قبرص الى 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 باريس. وصلنا على باريس كانت اخبار اغتيال بشير جميل قد وصلت، وعرفنا. وتاني يوم اجتمعنا بي 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 بفرنسا، ومن من بهداك الفترة عرض علي انه انا اشتغل معه، وتولى مجموعة مصرفية، بداية مجموعة مصرفية خارج لبنان، وبعد مرور سنتين، لانه كمان كان بيطلب مني القانون انه انا ما اشتغل بالبنك اللبناني لأنه كنت بلجنة الرقابة على المصارف إلا بعد مرور سنتين. فبالتالي رجعت بعدين صفيت أنا مسؤول عن مجموعة مالية كبرى. الآن ونحن نتحدث نذكر الراحل رفيق الحريري. طبعا الناس يعلمون الآن من هو رفيق الحريري، السياسي الكبير الذي اغتيل، وطبعا المراحل المتعددة في حياته، ولكن حينها كان رفيق الحريري رجل أعمال لبناني. صحيح، كان رجل أعمال لبناني، ولكن يعني رجل كان حريصا على ما يسمى هيك وجود وطابع المهتم بالشؤون الاجتماعية والحياتية في لبنان. كان عنده عمل سياسي مباشر في لبنان حينها؟ لا، ما كان عنده عمل سياسي، كان عنده عمل اجتماعي في لبنان. يعني رفيق الحريري بس مشان تعرف، يمكن أول ما صار معه مليون ريال قرر أنه هو يعيد بناء المدرسة المقاصد اللي كانت اتدمرت بالاجتياح بصيدة؟ بصيدا. ف
فبالتالي يعني من وقتها هو كان راغب انه هو يعلم الناس ويستثمر بالناس. وبالتالي خلال فتره الحرب الطويله اللي صار عاش لبنان كان اخذ هذا الصفه، هو رجل يعني الخير الحريص على البلد، على حريص على انه ما يفوتوا الشباب لبنان بالميليشيات وهذا. فبالتالي هو الشخص الذي بالنهايه عمل مؤسسه اسمه مؤسسه الحريري، والتي تولت عمليه تعليم ما يقارب من 35,000 طالب. نعم. في لبنان وفي خارج لبنان. طيب دكتور الرئيس، الحديث شيق معك بالتاكيد، وطلعتنا على مجموعه من الاحداث اللي يعني ربما لم اكن اتوقعها يعني في تاريخك وتاريخ الراحل رفيق الحريري. بالتاكيد سيكون لدينا محطات ومراحل اخرى سنتحدث عنها في الحلقات المقبله، ولكن الان وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. شكرا. فنتوقف ونلتقي في الاسبوع المقبل باذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. اللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني سابقا. السلام عليكم، كان معكم بدر الدين الصائغ، إلى اللقاء.